أيضا من التحديات يعني دكتور إذا سمع مثلا تذمر من مريض أو نعم. يعني كلام لا يليق أو غير ذلك نعم. يعني كيف ردة الفعل لازم يعني الصبر لازم يجب أن يصبر طبعا الإنسان الطبيب إنسان بلا شك ونعيد ونكرر دائما أن الطبيب بشر مش ملك منزل ولكن طريقة تعامله مع المرضى يجب تؤخذ على مستوى عالي جدا من الصبر والحلم والأناة لأنه المريض كما ذكرنا يأتي من 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 جهة الضعف وقلة الحيلة وأقرباء المريض نفس الشيء بهم ما بهم من الهم وقد يتجرأوا أو قد يعني يتلفظ أحد الأشخاص بلفظ مسيء أو بذيء للطبيب أو حتى في بعض الحالات قد يصل إلى العنف الجسدي الطبيب ما يستطيع يرد ما يستطيع من 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 باب مبادئه وقيمه المفروض انه ما يرد على الـ على الـ على الـ على المسيء ولكن ينحني المنحنى النظامي في ايقاف مثل هذه التجاوزات مع الصبر والتحلم يعني بلا شك وهذه بتصير كل يوم ترى كل يوم بتصير انت صارت لك يا دكتور كذا انا صارت لي بلا شك لكن يعني انا اقول لك الدكتور الدكتور من المخلوقات العجيبه من الصبر والتحمل الا انت تخيل 7 سنوات طب بعدين 5 سنين او 10 سنين تدريب فيطلع استشاري يقول مر بمراحل كثيره في حياته مخاض وسقل المفروض انه سقل ومستوى صبره وتحمله مفروض يكون أكثر من الإنسان اللي لم يعد بنفس المرأة بأخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيم بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.